السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نكمل المحاضرة اللي خاصة بالدرولينج practice technology، وراح نتكلم عن بعض الأمور أيضا اللي خاصة بالدرولينج. مسبقا إحنا عرفنا بالنسبة للدرولينج operation عندنا two type of fit، أما تكون conspit اللي هي tri conspit أو roller conspit، وأما تكون الفيكس كتر بت. أيضا بالنسبة للرولر كومبت تتقسم إلى نوعين، تتقسم أما TCI اللي هي Inserted Bit اللي هي Tungsten Carbide، أو الميل توث بيت اللي هي الأسنان مصنوعة من نفس البادي مالت الكونز. أما بالنسبة للبي دي سي، أيضا قلنا البي دي سي بالعادة تقسم إلى نوعين اللي هي الناتشرال دايموند بيت أو البوليكريستالين تنجستين كاربايد دايموند بيت. فهذه أيضا تعتبر تو تايبس اللي هي الكومباكتد بيت أو الناتشرال دايموند بيت. فعرفنا هذه الأمور، عرفنا أيضا توزيع الكترات، أيضا عرفنا الـ AFE اللي هو الـ Approval for Expenditure مالت الكوست. فكل هذه تكلمنا عليها. هسه راح نجي الى مواصفات البت بالنسبه للبي دي سي بت، وراح نتكلم اليوم عن تسميه البت، وراح بالاخير ناخذ الجدول اللي هو توبي جريد اللي هو ثريد بيرينجز جيج تايبل اللي ايضا ذكرناه سابقا. فبالبداية خلنا نتكلم عن هذه two types of bit. هذه احنا عندنا حاليا هذه polycrystalline diamonds compact bit اللي هي PDC. طبعا قلنا PDC تراوح عدد الكترات من 2 كترز الى 8 كترز، او حتى بالspecial application يتراوح الى 10 كترز موجودة على البادي مالتها. أيضا الكترات كconfiguration يختلف من كتر إلى كتر آخر. توزيع النوزلات، النوزل لو نشوف النوزل بالصورة الموجودة بالجهة اليمنى، أيضا توزيعها في كل بيت تختلف من بيت إلى أخرى. لكن هما من يصممون الدرولينج بيت ما يصمموها بصورة اعتباطية، كل شيء يصممونه إلى معنى. خلنا ناخذ هذه المواضيع حاليا. مثلا عندنا هنا 4 بليتس بالبيتس، وهنا موجوده عندنا 7 بليتس هذه البيت اللي موجوده على الجهه اليمنى. كل ما زادت عدد البليدات، طبعا كل ما زادت عدد البليدات فراح تزيد عدد الكترات اللي موجوده، وبالتالي اذا زادت عدد الكترات راح تزيد الكراشينجز ريت، يعني معدل الكراشنج ريت راح يزداد، يعني معدل القطع او معدل انه يصير دمج بالفورميشن راح يزداد، وبالتالي الريت اوف بنتريشن راح يزداد. ف الار او بي بي 6 او 7 كتر اكيد تكون اعلى من الار او بي بالعاده مال 4 بليتس. لكن ايضا بالنسبه للكترات اللي تكون كبيره تكون كثيره، البليدات تكون كثيره بيها مساوئ. كل ما كثرت البليدات راح يزداد تورك الحفر، لان بما انه معدل القطع ازداد ايضا الكراشينج فورس ازدادت، وبالتالي ايضا عندنا التورك الدرولينج تورك حيزداد. هذه واحده. بعد شنو الازدياد اللي راح يصير هنا؟ لو نشوف هنا المساحة بين الكترات كلش كبيرة، أما المساحة اللي موجودة بين هذه الكترات صغيرة. فالفلو اريا اللي هي مساحة الجريان السائل من راح يطلع من النوزلات راح يكون مسلكة بين الكترات أفضل من مسلكة بين الكترات اللي موجودة بالسفن بليتس. تمام، يعني السفن بليت راح يكون الفلو اريا كلش ضيقة، اما هنا الفلو اريا راح تكون جدا كبيرة بين الكترات او بين البليدات. فدائما بالنسبة للهول كليننج يفضل الفور بليد، عمود احصل هول كليننج عالي، يفضل الفور بليد مقارنة بالسفن او ايت بليد. تمام، هذه نقطة بالتصميم. نروح للنقطة الثانية بالديزاين. لو نشوف هذا الديزاين،
أدنى الديزاين رقم مثلا اللي هو على الجهة اليمنى رقم 1 مقارنة بالديزاين رقم 2. لو نشوف البلايدات، البلايد هنا يكون بصورة ستريت، أما البلايد موزع على البيت بصورة كيرف. تمام، هذا الديزاين اعتذر ما اعرف شنو صار بالانترنت، اتفصل الانترنت. اوكي كمل. فلو تشوف البلايدات اللي موجودة هو نفس النمبر مال البلايدز، لو كان حاليا انا موجودة 6 بلايدز، اما بالجهة اليسرى موجودة 8 بلايد، لكن لنفرض أن عدد البلايدات متساوية، هنا 6 وهنا 6، لكن لو نشوف الكونفيجريشن مالت هذا البلايد انه البلايد ستريت، اما هنا بهذه البت اللي على الجهة اليسرى راح يكون البت كيرف. طبعا هذا شنو يتحكم، هذا الديزاين شنو يتحكم، يتحكم بالتايب اوف فورميشن. شنو التايب اوف فورميشن؟ عندنا نعرف كل فورميشن لها ليثولوجي خاصة، مثلا عندنا احنا الليثولوجي اللي موجودة لاين دور ستون ساند ستون اير شيل وغيرها، ونعرف كل نوع من الليثولوجي او الفورميشن الى تندنسي خاصة به. شنو التندنسي؟ قلنا احنا كل الصخور اللي نتعامل وياها هي صخور مسببية بالحقيقة تترسبت على مرض الأزمان. من تترسب الصخور احنا نعرف هذا البيت اللي راح تترسب عليه الصخور. من تترسب الصخور على بيت معين حتترسب باتجاه معين، تمام؟ التندنسي معين على مود يسوي لي ستراكشر معناته. هنفرض هذا الصخور for example انه لايمستون يعني، فالتندنسي معناته بهذا الشكل. فالكونفجريشن مال البلايد هل انه كان ستريت او كيرف يتحكم بالليثولوجي مالت الفورميشن. يجينا البندر اللي هو المزود للبلدات حيقول لنا اللي هو اذا كان البلايد مالتنا كيرف شنو حيفيد، واذا كان البلايدات ستريت شنو حتفيد. فبالعادة دائما يعني يجي الكتالوج مالت البيت يذكرون انه البيت الكير، طبعا ايضا بالنسبة للانحناء مالت الكيرز اللي هو الانحناء البليدز او الكتالوج الى معدل، يعني كل ما زاد معدله زاد معدل الانحراف كان مناسب الى نوع من انواع الليثولوجي. لنفرض ان هذا النوع يعني جيد اللايمستون، تمام، وايضا جيد مثلا للشيل فورميشن فور اكزامبل. طبعا الشيل دائما يفضلون بها الترايكون، لكن فور او مثلا للارجليشيوس او انهايدرات، تمام. اما مثلا هذا الشكل للساندستون، فالشكل الشكل او الكونفجريشن مالت البلايد يتحكم بالليثولوجي او التايب اوف فورميشن اللي احنا ممكن راح نحفرها. هسه نجي الى الجيجز. لو نشوف البتات من نتجه من الجهه اليسرى الى الجهه اليمنى، الجهة اليسرى لو نشوف البيت الجيج مالتها قصير، يعني البلايدات المثبتة على البادي تكون قصيرة، الجيج قصير. لو نشوف اما البلايدات البلايدز اللي موجود بالبيت اللي موجودة بالوسط راح يكون الجيج، يعني من اقول الجيج اقصد بها هذه المناطق، تمام، هذه المناطق تكون طويلة نسبياً. أما بالنسبة للبلايد رقم 3 أو البيتس رقم 3 راح تكون البلايد طويلة وأيضاً الجيج طويل. طبعاً هذه configuration أو الترتيب مالت البلايدات وأيضاً طول الجيج راح يتحكم إذا كان عندنا الابليكيشن مالتنا directional أو
horizontal أو vertical well، يعني دائماً ال directional well يحبون short، تمام؟ short gauge جداً مناسب لل directional، أما بالنسبة لل longs دائماً يروح لل vertical، للحفر الغير الاتجاهي اللي هي ال vertical hole أو ال vertical well. فهذا الفرق بين البليدات، كل ما كان البليد شورتر أو الجيج شورتر كان مناسب للدايركشنال وورك للحفر الاتجاهي، وكل ما كان البليد أكثر أو أزيد يكون مناسب للحفر العمودي أو الفيرتيكال درل. فقط توضيح عن هذا الترتيب مال البليدات. لنفرض احنا عندنا هذا الشكل البليد، راح يكون بمجموعه من الكترات مثبته على القطر الخارجي للبليد. هذا الكترز، وهذا عندنا الجيج مالتنا. الكترز دائما الكترز بالدايركشنال، احنا قلنا كل ما كان الجيج شورترز يكون مناسب للدايركشنال، وكل ما كان لونجرز كان مناسب للفيرتيكال. طبعا اذا كان البليد او الجيج طويل حيكون مساند للويل، مساند للويل وبول، وبالتالي ما يخلي البت تنحرف براحتها ويكون مناسب للـ vertical application. لكن عندنا فد أيضا application خاصة، لو نشوف الكترز اللي موجودة عندنا، هذا الكتر عفوا خلينا نشوفه على البت أفضل من رسمه. لو نشوف البت اللي موجودة في الوسط أو الموجودة على اليمين، لو نشوف البليدز بعد البليدز بعد البليدز أكو أيضا فد نتوءات شبيهة بالكترات. هذه النتوءات يسموها الريستر، تمام؟ هذه الريستر، هذه شنو وظيفتها؟ طبعا هنا موجوده الريسترات وموجوده ايضا كترات، تمام؟ موجوده كترات وموجوده الريسترات، بس خلينا نجي للابلكيشن مال الريستر. احنا عندنا فورميشن، هذا الفورميشن يجي الكتر حينغرس الداخل فورميشن عم نسوينا الدراجينج فورس مالتنا. لكن اذا ماكو شيء يصد الكتر، الكتر حينغرس كله داخل الفورميشن. لكن في حال انه الكتر اكو فد شيء يصده، اكو فد شيء يخلونا بعد الكتر اللي واشفناه النتوء يسمون الريستر. شنو وظيفة الريستر؟ الريستر ما يخلي الكتر ينغرس كله داخل الفورميشن، وبالتالي يساعدنا بالحفر الاتجاهي. فكل ما كانت البت تحتوي على الريسترات اكثر، كان معناها انه تساعدنا بالحفر الاتجاهي اكثر، تمام؟ فهسه عندنا هذا الكونفجريشن، انه احنا لو اجانا في يوم من الايام امتحان او اجانا في الريك سايد، هذه الاشكال من البت، وشفنا الشورت gauge معناها هذه directional application، بالنسبة للlong long gauge معناها للvertical application. أيضا بوجود الريسترات، الريسترات تدل على أنه من الممكن استخدامها في الdirectional، لأن الريستر ما يخلي الكتر ينغرس كله بداخل الفورميشن، راح جزئيا يساعده بعدم الغرس، وبالتالي راح يخلي البت منزلق على الفورميشن وراح يساعد في عملية الحفر الاتجاهي. هسه نجي إلى البت. عندنا فد مصطلح دائما بالنسبة للأشخاص اللي هم بت أبليكيشن، اللي يشتغلون في البت، إن كانوا بت رانر أو إن كانوا بت إنجينير أو إن كانوا بت ديزاين مالت البت، عندهم فد مصطلح يسمونه الست. شنو مصطلح الست؟ مصطلح الست يمثل لنا عدد البليدات اللي موجودة بالإضافة
على عدد الكترات، تمام، عدد البليدات وعدد الكترات وحجم الكتر، يعني حجم الثريد أو الكتر اللي راح يقطع الفورميشن. هذه يسمونها الست. عندنا 3 أنواع من الست، وبعض الشركات عندها 5 أنواع من الست. عندنا اللايت ست، الميديوم ست، وعندنا اللي هو الهيوج ست أو البيج ست أو الهاي ست. هذه كلها تنطبق تحت مصطلح الست. شنو هو الست وشنو فائدته؟ هو توزيع البليدات أو خلينا نقول كثافة البليدات والكترات وأيضا حجم الكترات بالبت. شنو يحددنا؟ كل ما كان الست عالي معناها راح يتعامل ويا فورميشن أجريسيف أكثر وراح يكون مصمم للهارد فورميشن. أما إذا كانت الست قليل اللي هو مثلا لايت ست يكون مصمم للفورميشن اللي تكون بها الكومبرسيف سترينث مالتها واطئ ونحاول نسوي بها هاي ار او بي. فدائما عندنا هاي ست وعندنا اللاي ست او الهيفي ست واللاي ست، وايضا عندنا الميديوم ست. بعض الشركات عندهم 5 تصنيفات، عندهم 1 اللي هو اللاي ست، وعندهم لايت تو ميديوم، وعندهم ميديوم تو هاي او هيفي، وعندهم الهيفي ست ايضا 5 تصنيفات. بعض الشركات عندهم 3 تصنيفات. خلينا نجي على الـ3 تصنيفات اللي هي مثل اللي موجوده عندنا حاليا في هذا البرزنتيشن. بالنسبة هذه قلنا لللايت ست انه عدد توزيعات الكترات، طبعا بما ان الكترات عددها قليل لو نشوف 5، واذا كانت 4 ايضا عدد البليدات ايضا عدد الكترات اللي موجودة على كل بليد قليل، يعني لو نشوف عدد الكترات 6. هذه مصممة للسوفت فورميشن. الحلو بهذه البيت انه الاروبي مالتها سريعة بما انه عدد الكترات قليلة على كل بليد، وايضا البليدات عددها قليل، التورك راح يكون قليل، والفلو اريا اللي موجوده لو نشوف المساحه المصممه على مود الفلو يسري بها راح تكون كبيره، وبالتالي راح نحقق هول كليننج جدا عالي. طبعا هذه الميديوم سيت. الميديوم سيت راح نشوف عدد البليدات وعدد الكترات اللي موجوده على كل بليد راح يزداد، وبالتالي هذه مصمم الى الفورميشن اللي تكون ميديوم فورميشن او سوفت تو ميديوم او ميديوم تو هارد، تمام، تكون افضل من البت السابقه بالحفر كفورميشن كهاف فورميشن. لكن هذا البت بما انه الكونفيجريشن مال الكترات وعددها الموزع على البليدات راح يزداد، عدد البليدات تزداد الى 6، بالتالي الكراشنج فورس راح تزداد، وبالتالي الدرلينج تورك حيزداد. ايضا لو نشوف الفلو اريا اللي موجوده بين البليدات راح تقل نسبيا. النوزلات نفسها طبعا النوزلات هنا 6 وبالبت السابقه ايضا كانت 6، كالفلو اللي خارج من النوزلات ككميه حيكون نفسه، لكن كهولو كليننج ممكن راح يقل لان المساحه اللي يسري بها الفلورايد حتكون قليله بين البليدات، تمام. هسه الهيفي سيت اتس ديزاين فور هاير فورميشن. لو نشوف الكونفيجريشن مالت الماتريكس مالتها راح تكون عدد الكترات جدا كبير، يتراوح بين لو نشوف هنا 7 كترات او حتى يوصل 8 و9 في بعض الابلكيشن. المشكله بهذا النوع انه التورك مالته جدا عالي، صح الار او بي عالي في بعض الشيء، وايضا انه مصمم للهاف فورميشن لان عدد الكترات جدا كبير ف للهار فورميشن. لكن المشكله اللي موجوده بهاي تورك ايضا ممكن تسوي لنا مشكله بالهولو كليننج، لان عندنا على مود نسوي اوبتمايزيشن للدرونج فلويد او اوبتمايزيشن للهيدروليك اللي موجود بلو ذا بيت راح يسبب لنا مشكله بسبب الفلو اريا اللي موجوده بين البلايدات. فهذا مصمم للهاي فورمي او الهاف فورميشن او ميديوم تو هارد فورميشن. الالترا هيفي سيت، الالترا هيفي سيت
العدد الكترات جدا ازداد، يعني هنا الكترات عندنا 8 والبلايد سوري البلايدات 8، عدد الكترات اللي موجودة على كل البلايد أيضا ازداد. هنا طبعا بهذا البيت موجود موضح يعني موضح بشكل أدق اللي هو الأريستر. نشوف الأريستر اللي موجود بعد الكترات. طبعا الأشخاص أو المهندسين اللي يشتغلون بالحفر الاتجاهي راح يكونون جدا familiar with الريستر، يعني يعرفون الوظيفة الأساسية للريستر، مثل ما شرحناها سابقا أنه مدخل للكتر ينغرس بصورة تامة بداخل الفورميشن، وبالتالي ما تخلي البت منزلقة على الفورميشن، وراح تساعدنا بالحفر الاتجاهي. هذه الصورة للبوليكريستالينز دايموندز كومباكت بيت. عندنا اللي هي اللايت، وعندنا مثلا الميديوم، عندنا الهارد او الهيفي، وعندنا الالترا هيفي. هذه التصنيفات بالنسبة إلى البيت. هذه اللونج جيج بيت، تمام؟ لو نشوفها مثلا، هذه لو نشوف الجيج مالتها جدا طويل، تمام؟ وهذا يدل على أنه مصمم للفيرتيكال ويل. هذه ما نقدر نحفر هيك نوع من البيت، ما نقدر نحفر بيها دايركشنال، بسبب أنه قلنا راح يكون الجيج مالتها direct touch with a well bore، وبالتالي ما راح يخليها تنحرف بسهولة وتنزلق بسهولة على الفورميشن، فتكون مصممة بالعادة للفيرتيكال ويل. هسه خلصنا لل PDC bit، راح نجي للفصل الأخير عن البتات. هسه راح ناخذ على الدايموند بت. احنا عرفنا ال PDC bit، قلنا هي البت اللي ما بيها moving spars، اللي بيها فقط الفيكس بليد وايضا الفيكس كترز اللي موجوده على البليدات والمثبته على البليد. ايضا عرفنا بالنسبه للسيتس اللي هو اللايت والميديوم والهيفي سيت والالترا هيفي سيت، وقلنا بعض الشركات عندهم ايضا 5 تصنيفات وليس 3 أو 4 تصنيفات، لكن في بعض الاحيان حتى الالترا هيفي سيت تكون غير قادره على حفر الفورميشن، يعني تواجهنا فيري فيري هارد فورميشن، مثل عندنا الكومباكت انهايدرايت، عندنا الانهايدرايت فورميشن تكون بالعاده اتس فيري فيري هارد. ايضا بالنسبه للابار اللي تكون هاي بريشر هاي بريشر هاي تمبريتشر، تكون ايضا الداون فورميشن مالتها جدا جدا صلبه، والكومبرسيف سترينث مالتها جدا صلبه، وبالتالي البي دي سي تكون غير قادره على الحفر في هذه الطبقات. يعني حتى نشوف انه البي دي سي في بعض الاحيان انه الاروبي مالتها فيري لو في الهارد فورميشن، توصل الى 1 متر بالساعه، نص متر بالساعه، بسبب انه الفورميشن اتس فيري هارد. فبالتالي صمموا بيت اللي هو الناتشرال دايموند بيت او البيت الماسيه اللي تكون مناسبه للحفر الهارد فورميشن، لكن الدايموند بيت نستخدمها كحل اخير. يعني من ننزل البي دي سي بيت وما تشتغل ونتاكد انه الفورميشن مالتنا فيري هارد وما عندنا بعد حل اخر، فالدايموند بيت راح تكون هي الحل النهائي اللي راح نستخدمه. بالنسبة للدايموند بيت، ليش نخليها كحل نهائي؟ أول شيء الدايموند بيت من طبيعتها كحفر كابليكيشن حفر، هي تطحن الروك، تطحن طحن، فالبارتيكلز أو الكاتينج اللي يطلع على شكل طحين، على شكل فلور، تمام؟ وهاي خاصية الطحن تسبب لنا low ROP، تمام؟ يعني احنا لنفرض كنا نسوي expecting، نتوقع انه ال ROP بهذه الفورميشن 10 الى 15 متر بالساعة، لكن تفاجأنا بتنزيل الدايموند بيت بسبب انه الخاصية اللي تخلي تسوي طحن للروكس وتسوي البارتيكلز مالته very fine، وبالتالي راح تقل عندنا ال ROP، وهذه تعتبر disadvantage، لان كل ما قلت ال ROP حيزيد عندنا
الكوست، فبالتالي تكون غير مناسبة للفورميشن اللي احنا نسوي اللي عندنا بي اكسبكتنج هاي ار او بي، لكن هي very يعني compatible أو مناسبة للhard formation أو very hard formation. هذه واحدة. بالإضافة إلى غير سرعة الـ ROP إنه الكوست مالتها جدا جدا عالي، تمام؟ يعني الكوست مالتها هيوج، يوصل إلى 200,000 دولار، 300,000 دولار، يعني الكوست مالتها جدا عالي. لكن المشكلة أيضا بعد اللي خاصة بالدايموند بيت، بالعادة إذا تتذكرون بالبي دي سي بيت قلنا بعد ما نستخرجها من الفورميشن ونسوي لها دولار جريدنج يعني نقيمها، ممكن إنه تروح للوركشوب يسووها مينتنس بالوركشوب أو إعادة تصنيع بالوركشوب، يعني يطلعون الكترات المضررة وينصبون بها كترات جديدة على نفس البادي على نفس البلايدات، وبالتالي تكون صالحة للاستخدام مرة ثانية. أما بالنسبة للدايموند بيت بالعادة نستخدمها مرة واحدة. هذه أيضا أبليكيشن، هذه أيضا تعتبر ديسادفانتج لأن نستخدمها وخلاص ما نقدر نسوي لها مينتننس أو نسوي لها فد إعادة تصنيع بالوركشوب. الديسادفانتج الثالثة لو نشوف انه السرعة اللي تشتغل بها بما انه تطحن الروك وتسوي very fine particles تحتاج RPM جدا جدا عالية، تمام؟ فال RPM العالية توصل حتى 600 او 700 لفة بالدقيقة، وهذه ال RPM العالية ايضا مشكلة. احنا نعرف احنا لو نتذكر بالنسبه لدراستنا للريك ديزاين ايش قلنا؟ قلنا الار بي ام يعني مثلا احنا كتوب درايف او اني روتري اكويبمنت من نريد النصبه نشوف ايش قد ار بي ام نحتاجها، وبالتالي نقول الهورس باور مالتها في 2، تمام؟ يعني قلنا اذا الار بي ام sorry yes it's the RPM مالتنا نقسمها على 2 sorry it's not 2 نقسمها على 2، يعني ال RPM إذا 600 في الهورس باور مالتنا اللي نحتاجها على مود الدوران مالتنا تكون 300 هورس باور بالنسبة للتوب درايف أو بالنسبة للروتري تيبل، فأيضا تعتبر الهورس باور هيوج بهذه الحالة. لو نشوف الديزاين مالت البيت بهذه الطريقة اللي موجودة بالصورة اليمين، ما بيها نوزلات، هو نوزل واحد موجود في السنتر وموجودة بعدين شانلات. ليش هذه الشانلات؟ لأن من عادة بسبب الـ RPM العالية وبسبب الـ weight on bit العالي المسلط عليها وسرعة الدوران والهارد فورميشن راح يسبب احتكاك جدا عالي مع الكترز المثبتة على الشبيهة البلايدات هذه. It's not a blade لكن خلينا نقول شبيهة بالبلايدات، فبالتالي راح تزداد التمبرتشر بسبب الفراكشن اللي موجود بين الفورميشن وبين الكترات. هذا ازدياد التمبرتشر يحتاج وسيلة تبريد عالية أو ميكانيزم للتبريد عالية. هذا الميكانيزم ما تتوفر إلا أنه يخلي نوزل بالمنتصف، وبالتالي النوزل المنتصف سوري راح يولد لنا التبريد من خلال سريانه بهذه الشانلات، تمام؟ هذه اكو ايضا نوع من انواع هذه مشكله ايضا، اتس نوت مشكله بس لنعرف انه النوزلات او تي اف اي تطف the flow area اللي درسناها سابقا في فصل الهيدروليك في بعض الاحيان ساعدنا في الحفر الدايركشنال، صح؟ اذا كان توزيع النوزلات مثل ما احنا نريد، ايضا ساعدنا بالار او بي، ساعدنا بحمل الكتنز below the pit. لكن اذا عدنا نوزل واحد ما نقدر، ما راح يساعدنا بحفر الدايركشنال ولا راح يساعدنا بحفر ال يعني بصورة عامة بالحفر، مجرد راح يساعدنا بالهول كلينينج. فأيضا الديسادفانتج مالتها راح يكون بمشكلة توزيع الهيدروليكس أو الهيدروليك فورس. فهسه نجي للأدفانتج مالتها. أول شيء عمرها طويل أكيد لأن هو دائما ناتشرال دايموند، أو حتى بالنسبة إنه إذا كان it's not natural diamond كان engineers
دايموند، يعني دايموند مصنع، لكن يكون عمره طويل. في بعض الأحيان أنه نقدر نحقق بها High ROP إذا كانت البارامترز مالتنا صحيحة وكان عندنا Offset Data من الآبار القريبة، وبما أنه ما بيها It's not Tricon أو Roller Compute فما بيها Moving Spark. طبعاً هذا النوع من البتات يكون دائماً للSmall Hole، يعني ماكو ما نلقى مثلاً هيك نوع من البتات لل 13.58 أصلاً لل 17.5 أو نلقى هاتشي بتات مثلاً لل 20 إنش، دائماً مناسبة لل 9.58 7 إنش ممكن 5 إنش 5.5 إنش 4.5 إنش، يعني تكون مناسبة لل small formation أو sorry small hall. بما أنه قلنا الميكانيزم مالتها هي تطحن البارتيكلز بصورة دقيقة وتسوي فاين، فبالتالي راح تولد لنا لو ار او بي، راح تسبب لنا مشكلة بالهيدروليك، ايضا هي اكسبنسيف. مثل ما درسنا سابقا بالنسبة للبي دي سي، نفس النقاط ككونفيجريشن راح تتوفر بالناتشرال دايموند بيت او الان دي اي بيت. بالنسبة للناتشرال دايموند بيت قلنا عندنا نوعين، قلنا عندنا الشورتس، تمام، الشورت جيج واللونج جيج، وايضا عندنا لو نشوف هنا راح يكون البروفايل مالتنا، عندنا الفلات بيت فيس اللي موجودة على الجهة اليمنى مع الشورت جيج، وهنا لونج جيج بس يكون يعني تكون كأنه محدب انه الحدب مالته اكثر من الفلات فيس. طبعا كل ما كان الجيج طويل انه مصمم للحفر الفيرتيكال، ايضا لو نشوف هذا الشكل الرمحي يكون مصمم للستريت هول، اما الشكل الفلات فيس بروفايل مع شورت جيج مثل ما قلنا بالبي دي سي تكون مصممة للدايركشنال جوب. عفوا، خلصنا حاليا مبدئيا بعض الامور اللي خاصة بالبيت. قبل لا نختم المحاضرة ناخذ لنا في نص ساعة راح اشرح لكم على تسميات البيت وعلى اللي هو التيبل اللي هو الدولار جريدنج تيبل. بالبداية احنا عندنا البيت، طبعا احنا عندنا عدة شركات موجودة بالبيت، اتمنى انه طلع عندكم البرزنتيشن شير. احنا عدة شركات من البيت، مثلا من هذه الشركات ال HDPS، شركة سميث، شركة هيوز، هذه كل هالشركات مصنعة للبيت. وطبعا كل بيت من البيتات أو كل شركة مصنعة للبيت لها تسميات خاصة بالبيت مالتها، تمام؟ يعني for example إنه سميث أو هيوز دائما بتاعتها تسميها HTHS وغيرها. شركة ال HTTPS رموزها تختلف، فإجت المنظمة العالمية اللي هي IADC اللي هو International Associated Drilling Contractor، قال ماكو هيك كلام، احنا خنولد او نوحد التسميات اللي خاصة بالدرولينج. فخلوا الكل، انا هسه جاي احكي عن رولر كومبت اللي تحتوي على الموفينج سبارت، خلوا تصميمات او تسميات خاصة بالدرولينج بيت على مود يوحدون التسمية. شنو هاي التسمية؟ التسمية تتولد او من ثلاث ارقام، تمام؟ هذه المرتبة الاولى وهذه المرتبة الثانية وهذه المرتبة الثالثة. كل بت لها ثلاث ارقام، تمام؟ او في بعض الاحيان لها رقمين وليترز حرف، راح نشوف التوزيع معناته. الرقم الاول
يكون الرقم الأول يكون ممكن من 1 إلى 12، تمام؟ رقم 2 من 1 إلى 4، ورقم 3 من 1 إلى 7. هذه الأرقام. خلينا نجي نشوف. إحنا بالنسبة للرولر كومبيت إيش قلنا؟ عندنا نوعين، النوع الأول اللي هو الميلتر بليت، وعندنا التي سي آر اللي هو تنسين كاربايد انسرت، تمام؟ هلا اثنيناتهم. بالنسبة إلى الرقم الأول راح يتفرع إلى قسمين، إلى قسمين يتفرع من 1 إلى 3، يعني نشوف باسم البيت إذا كان من 1 إلى 3 معناها هذه ميل توث بيت، تمام؟ وإذا كانت من 4 إلى 8 كان تي سي آر. زين، نجي من 1 إلى 3. 1 معناها لونج، لونج ثري، الأسنان مرتبطة طويلة ومحدودة، ثلاثة شورت ثري، أوكي تمام؟ يعني من نخلي رقم 1 معناها أسنان طويلة، معناها مناسب للسوفت فورميشن، تمام؟ أما بالنسبة لرقم 3 يكون مناسب للهارد فورميشن أكثر، بما أنه الأسنان مالته أقصر. أما رقم 2 اللي يكون بين اللونج تو شورت، يعني الميديوم الميديوم، فأيضا راح يكون مناسب للسوفت تو هارد فورميشن. أما بالنسبة للتي سي آي نفس الشيء، رقم 4 يكون للسوفت، كل ما ازداد الرقم أكثر يكون مناسب على للهارد، نتجه للهارد أكثر، تمام؟ هذه نقطة. نجي إلى الرقم 4. رقم 4 يقسم إلى 4 أقسام. الرقم 1 soft formation، تمام؟ رقم 2 مخصصة البيت، معناها البيت مخصصة للسوفت تو هارد، سوري سوفت تو ميديوم. رقم 3 ميديوم تو هارد فورميشن. ورقم 4 اللي يكون هارد فورميشن. هذه تسميات البيت، يعني إذا شفنا 1 معناه soft formation، 2، 3، 4 وهكذا. هذا التقسيمات السبعة. التقسيمات السبعة احنا قلنا الكل roller compared بها كونات، فراح تفتر أو سوري تيك operation على نصل أو شفت، وهذا الشفت راح يكون باحتكاك، وها الفريكشن راح تزداد درجة الحرارة وغيرها، راح تعتبر مساوئ بالحفر، لهذا دائما يستخدمون ويا الرولر كومبيت بيرنج، تمام؟ وعرفنا انه البيرنج عندنا انواع اللي هو سيلف سيلد، عندنا مثلا رولر بيرنج، مثلا جيرمان بيرنجز، فكل هذه الانواع مالت البيرنج لها ابلكيشن، لها تطبيق، تمام؟ فاحنا عندنا بالنسبه للبيرنجز، عندنا 7 أنواع. خلينا نشوف الأنواع مالت البيرنجز بالسلايد اللي بعد هذا السلايد.
هذه السبع أنواع، تمام؟ اللي هو يبدأ من رقم واحد إلى رقم سبعة. فالأول اللي هو non-salt roller bearings، رقم اثنين roller bearing air cold وغيرها، مثلا رقم اللي هو خمسة salt fraction bearing، وعندنا الأخير مثلا special features اللي هو التايب الأخير. فهذه تقسيمات مالت أو أسماء البت. فأني for example خلينا نجي ناخذ هذا المثال، اجت تراي كومبت أو رولر كومبت، وهاي رولر كومبت تحتوي على هذا الرقم 1 2 1، تمام؟ أول شيء الرقم 1 شنو معناها؟ قلنا معناها هي ملت أوف بيت، تمام؟ وبما أنه من 1 إلى 3 فهي أخذت رقم 1، فمعناها هي long thread أو self formation long thread، تمام؟ إجينا للرقم 2 نشوف المن مصممة هذه. لو نشوف رقم 2 قلنا soft to medium، فمعناها soft to medium formation، تمام؟ نجي إلى الرقم 3 أو الخانة الثالثة. الخانة الثالثة اللي هي خاصة بالبيرينج، اللي هي المفروض تصير سيلف سيل. لو نرجع على الأنواع مالت البيرينجز حنشوف سوري نون سيل رولر بيرينجز، اللي هو راح يعتبر نون سيل بيرينج، تمام؟ فهذه التسميات مالت البت على مود يوحدوها. تجي الشركات كل شركة تحط لها اسم الوحدي، فقالوا احنا احسن شيء خلينا نوحد التسميات على مود يكون التسميات موحدة. فاحنا قلنا كل فصل جاي ندرسه جاي نرجع الى الجرين بوك اللي عندنا، تمام؟ احنا الشركات اللي موجودة عندنا كدرولينج بيتس، عندنا اللي هي من أكبر الشركات طبعاً الـ HDPS أو هاليبرتون HDPS وسميث، بالإضافة إلى عندنا اللي هي هيوز، شركة هيوز اللي بعدين اتحدت ويا شركة بيكر وصارت بيكر هيوز. عندنا مثلاً الريد هايكلوك وعندنا فارل. هذه الشركات كلها تعتبر الشركات عظمى في تصنيع البتات، وطبعا حسب الأسواق بالأويل فيلد ماركت عندنا دخلت شركات إضافية بتصنيع البتات خاصة بالنسبة للتشاينيز مانوفاكتشرز، لكن ما نقدر نقارنها بالشركات الأم اللي موجودة حاليا بالسوق، مثلا هيوز أو ريد هايكلوك أو مثلا الـ HDPS اللي هي هاليبرتون أو سميث أو فارل. فلو نشوف هذه التيبلات، هذه التيبل اللي موجود بالصورة اللي هو بالسكشن اللي خاص بالدرولينج بيت، لو نشوف على الجهة اليسار اللي هو الكود، تمام؟ الـ IADC كود، الأيادك كود اللي قلنا الاسم البيت. مثلا لو أريد ناخذ البيت 115 اللي هي مثلا ميلتوث بيت، تمام؟ السوفت فورميشن، والـ 5 هو الابليكيشن مالت البيرينج اللي هو السيلف سيلف bearing، راح نشوف مثلا هيوز يسميه GTX، مثلا ريد هايكلوك يسميه T11، HDPS يسميه XT1، وهكذا. فكل شركة لها تسميات، فأنا حسب البت اللي أحتاجه أشوف شنو التسمية المقاربة أو المقابلة عندها عند الشركة، تمام؟ أيضا بالنسبة للتوزيع، قلنا هذا الجرين بوك مهم للتوزيع. احنا قلنا عندنا الارقام مع الـ IADC كود او اسم البت، عندنا ثلاثة ارقام. الرقم الاول اللي هو من 1 الى 8، طبعا هذه موجود بالجرين بوك،
من 1 إلى 8 اللي هو من 103 إلى TCI من 1 إلى 4 حسب الـ compressive strength أو خلينا نقول اللي هي صلابة الفورميشن. وأيضا الرقم الأخير اللي يعتبر هو الـ bearings. فهذه الأنواع اللي موجودة عندنا. طبعا في بعض البتات يعني احنا قلنا الكود مالتها من 3 كودات أو كاد يجي من كود يعني 2 ديجيت وحرف، تمام؟ يعني بمكان ما يكتبون مثلا ستاندر رولر بيرنج اللي هي رقم 1 أو رولر بيرنج اير كولد اللي هو يعني مكان ما يكتبون هذا الرقم يكتب مثلا هسه احنا رقم 1 عندنا نون سيلز بيرنج، هم يكتبون N يعني 1 2 N، تمام؟ يكتبون أول حرف من الكود وبالتالي راح نشوفها 2 digit. في بعض الأحيان إنهم نشوفها موجودة 3 digit يعني the first one, second one, third one وموجود letter بالأخير يعني حرف. هذا letter يوضح لنا على الابلكيشن اللي راح نستخدم بها البيت، تمام؟ يعني هل البيت مناسبه للحفر مع الاير ابلكيشن يعني الحفر بواسطه الهواء، هل انه هذه البيت مناسبه للحفر الاتجاهي اللي هي مثلا ديفيشن كنترول. فطبعا هذه الابلكيشن او سبيشال ابلكيشن ايضا موجوده بالجرين بوك بالصفحة الـ E2 بالجرين بوك موجودة. راح نشوف كل letters يوضح لنا الابليكيشن مال البيت. فهذه خلصنا من التسميات اللي خاصة بالدرولينج بيت. هسه نجي للتي سي سوري اللي هو الثريد بير تي جي بي تيبل سوري از نوت يس اس تي بي جي اللي هو ثريد بيرنج جيج تيبل سوري. هذا التيبل يسمونه تي بي جي تيبل اللي هو تي من الثريد والبي من البيرنج والجي من جيج. احنا نعرف انه كل بيت بيها بيرنج ما عدا يا بيت ما عدا البي دي سي ما بيها بيرنج زي ما بيها موفينج بار، وكل بيت ايضا بيها جيج وكل بيت بيها كترات او ثريد، تمام؟ هسه نجي للكترات. لو نشوف الكترات خلنا ناخذ هذا الكتر او هذا البليت. هذا البليت بمجموعه من الكترات. لو نشوف عدد الكترات اللي موزعه ايش كم كتر عندنا؟ عندنا 8 كترات 1 2 3 4 5 6 7 8. زين الجزء من الكترات يسموها الصف الخارجي الاوتر رو، وجزء من الكترات يسموها الانر رو. انا شلون اعرف هذه الكترات هي اوتر رو او انر رو؟ كتعريف للاوتر رو جميع الكترات اللي تكون دايركت تاتش with the well bore. يعني احنا دائما احنا من نحفر اكو كترات تكون direct touch with a bottom، صح؟ تكون مباشرة touch ويا الformation ويا البوتوم. هذه يسموها inner row، تمام؟ الاوتر رو تكون الكترات direct touch with the well bore، تمام؟ يعني sorry real wall is not the bottom with the wall of the well bore. يعني الجزء من الكترات يكون مع البوتوم وجزء مع الوال مالت الويل بور.
الجزء اللي تكون مع الوول يسموها outer، والجزء ويا البوتوم يسموها الانر. على مود نسهلها، نقسم الكترات الى 3 اثلاث، ثلثين بالديزاين هذا، ثلثين هو انر، وثلث هو outer. يعني لو كان عندنا عدد الكترات 9، الستة الداخلية هي انر، والثلاثة الخارجية هي الاوتر. فراح نجي للانر رو والاوتر رو بالنسبة للتي بي جي تيبل. خلنا نشوف شنو معنى. احنا لو تتذكرون سابقا شرحنا فد مختصر عن الثريد او الكتر، قلنا الثريد يقسم الى 8 اجزاء، تمام؟ الجزء الاول اذا ماكول تقييمها 1، اذا ماكول الثاني 2، وهكذا. اذا لا الثريد كله سليم تقييمه 0، تمام؟ فنجي للتي بي جي تيبل. التي بي جي تيبل احنا ايش قلنا؟ قلنا عندنا انر رو والاوتر رو. بالنسبه للانر رو 2 والاوتر رو 3:1، فناخذ معدل الاسنان. اذا الاسنان بالانر رو كان تقييمها جيد، يعني ما متاكله كلها، خلي تقييمها 1 او 2 او 3 وهكذا من 1 الى 8. بعدين نروح على التقييم مالت الاوتر رو، راح نشوف تقييمها ايضا من 1 الى 8، ونحط الرقم الثاني، يعني ان كان 2 او 3 او 4 او غيرها او 1. زين، هسه خلصنا من الانر رو والاوتر رو، شفنا الاسنان وتاكلها. نجي الدول كاركترستيك. الاسنان ممكن مو بس تتاكل، مو بس يصير بيها ترم او تشيب، الاسنان ممكن تنكسر، ممكن النوزل يصير بيه مشكله، لوز نوزل، ممكن هوايه يعني تصير مشاكل بالبت. فالمشاكل اللي تصير بالبت نحطها بالدول كاركترستيكس اللي هو دي. خلينا نشوف المشاكل اللي تصير بالبت شنو هي. هاي المشاكل اللي تصير بالبت، فور اكزامبل عندنا بوند فيل. لو نشوف الكتر، الكتر هذا يسوونه استك بالبادي او بالبليد بواسطة بوند، يعني بواسطة فد مادة سمنتية او في جلو، في حال انه المادة الاسمنتية خسرناها بحيث البوند انخسرت وظل الاسنان او الكترات تساقط او صار بها مشكله، فيسموها بي اف اللي هو باوند فيلر. اذا الكتر انكسر فبروكن تيث اللي هو بي تي. اذا البت جاي نشوف الكترات، البت صارت على شكل كره يعني بول، تمام؟ لان الاطيان ملت الفراغات اللي موجوده بين الكترات، فيسموها بولد اب situation، فنرمزلها PU، تمام؟ أما مثلاً عندنا هنا chip teeth، يعني الكتر سليم لكن على أطراف الكتر راح نشوف أكو chip، فيسموها CT. هنا نوزل، نعرف النوزلات، النوزل مفقود وباقي بس هول، يعني النوزل اللي موجود مفقود، ف LN هو lost nozzle. لو نشوف أيضاً بين اللي هو هذا الجروفات اللي موجوده بين الكترات بسبب الايروجن او الاحتكاك، شوف شلون مسوي الاخاديد فايروجن. فهذا هو الدول كاركترستيك. طبعا جدا كثير الدول كاركترستيكس هذا حسب الصور، فجدا كثيره. مثلا عندنا لوست كتر، الكتر كله مشلوع ما موجود. البت طبعا هذا التوب فيو من فوق، التصوير من فوق، انه لو نشوف الكترات كلها متاكله، هذا في العاده يسموها جانك او يسموها رينج اوت. فهنا يدخل عندنا، يدخل في قطعه حديديه مثلا وقعت بالبير قطعه حديديه، فطبعا البيت غير مصممه تحفر حديد او مصممه تحفر ستيل، وبالتالي القطعه الحديديه راح تظل تفتر جوا البيت،
تمام، فراح تسبب لنا هذا الجروف الكبير اللي يسمونها رينج اوت. ايضا لو نشوف النوزلات، هنا عندنا 4 نوزلات، 2 مفتوحات و2 مسدودات. طبعا هذا تصنيفها بي ان اللي هو بلاج نوزل. ايضا مثلا عندنا الورم كاتر، عندنا اذا سليمات ما بين شيء نخلي ان او اللي هو نودل كاركترستكس. فهذه التصنيفات بالنسبه للرولر كومبيت، او ونفسها ايضا هي ايضا بالنسبه للبي دي سي بيت. تمام، هذه بالنسبه للتيبل اللي هو الدول كاركترستكس. اخذنا الانواع مالتها، خلينا نجي لللوكيشن. اللوكيشن شنو معناه؟ خلينا نشوف البي دي سي بيت والرولر كومبيت اللوكيشن. هذه البي دي سي بت، احنا الضرر هذا الدول كاركترستيك اللي تكلمنا عليه، مثلا قلنا chip teeth، worn teeth، lost nozzle، lost cutters، LC، كل هذه المشاكل وين صايرة؟ يعني هاي المشاكل اللي هي lost cutter، worn teeth، وين صايرة؟ بالكون. طبعا هاي المسافة الداخلية بالنسبة للبيت، هذا شكل البيت، هذه يسموها كون، هذه يسموها النوز اللي هي الأنف، هذه يسموها التابرز، هذه يسموها الشولدر، هذه الجيج. الجيج اللي هو المنطقة ال 100% ملامسة للوول مالت الويل بور. أما بالنسبة للشولدر اللي هي المرحلة الانتقالية بين الوول بور، الوول مالت الويل بور و البوتوم. اما التابر هي تعتبر المرحلة النهائية من البوتوم وتحاول تنتقل الى الوال. فهذه التوزيعات. فاذا كان الضرر مثلا بالنوز حنخلي ان، اذا كان الضرر بالتابر حنخلي تي، اذا كان كلهم متضرر حنخلي اي، معناها all. يعني بالتي بي جي تيبل هنخلي اي، هنخلي هنا باللوكيشن حرف اي. تمام، هسه نجي للبيرنج. تمام، البيرنج بالنسبه للفيكس كاترز ما بيها بيرنج لان هي فيكس كاتر. فدائما بالفيكس كاتر اذا نريد نسوي تي بي جي تيبل، طبعا تي بي جي تيبل قلنا ورا ما تطلع البت نقيمها، فبالبت نخلي X. بالبي دي سي بت التايبل مالتها نخلي X باعتبار هي فيكست كتر ما بيها بيرنجز. زين، بالنسبة للرولر كومبت من تطلع عندنا عدة تصنيفات. من أحد التصنيفات E S اللي هو effective cell. تمام، ال effective cell يعني هو يعني بعد شغال. خلينا نشوف هنا افضل. تمام، عندنا الاي اس او الاي افكتيف سيل يعني بعد شغال. اذا مثلا البيرنجز مالتنا اف او السيلز فيل فنخلي لها اف. اذا اصلا البيرنجز مالتنا بمشكله واصلا يعني بيلي قوي فنخلي ان اللي هو not able to grab. فهذه التصنيفات بالنسبه للتي بي جي تيبل. تمام، نجي للجيج. هسه خلصنا الفريد، خلصنا البيرنجز، خلصنا خلينا نروح للجيج. لو نشوف البيت من فوق، لو نشوف البيت من فوق، البيت هي مجموعه كتلات. For example, get data high bit قياسها 8.5 inch. تمام، احنا ايش راح نسوي؟ دخلنا طبعا البيت في بعض الاحيان بسبب الاحتكاك العالي تتاكل من الكترات تتاكل، فكانه يصغر حجمها. تمام، يصغر حجمها. شو نسوي احنا؟ نجيب رينج
دائري، القطر الداخلي مالته 8.5 انش، ونخليه على البت من الخارج. إذا كل الكترات صارت دايركت تاتش ويرنج معناها انجيج، يعني البت مالتنا اوكي ما بيها مشكلة. زين، إذا شفنا الكترات جزء من عدها بيها مشكلة is not direct touch، يعني اكو سبيس، اكو كليرنس بيناتها، هذا ايش راح نسوي؟ نقسم الانج تمام؟ الانج نقسمه الى 16 وحدة، من 1 الى 16، يعني الانج اللي نقيسه بالمصطلح يقسم من 1 الى 16، ونشوف هاي السبيس ايش قد مقدارها من 1 الى 16 تمام؟ هنقول انه مقدارها 1 على 16، 2 على 16، 3 على 16 من الانج، وهكذا يقسم الانج الى 16 وحده. اما اذا كانت انجيج، يعني اوكي البت من طلعناها وخلينا الرنج عليها انجيج، فنكتب حرف اي معناها انجيج. اما اذا اوت اوف جيج فما تكون 1. طبعا اذا كان اسوأ الحالات خليها 16 على 16 تمام، اوت اوف جيج. خلصنا الجيج على مود ايضا نشوف الصور مالتها، هذه لو نشوف الصوره اللي موجوده على اليسار بها 4 كترات، كل الكترات تاتشد صح؟ معناها هذه جيجد. اما الصورة اللي على اليمين لو نشوف الكترات عندنا هنا كتر is not touched، هذا it's not، هذا it's not، وهذا ايضا تمام؟ فهنا هذه معناها out of gauge، هو نقيمها 4 على 16. Okay. خلصنا هسه الجيجز، هسه نجي للريماركس. احنا قلنا عندنا دول كاركترستكس وعرفنا شنو تي تي بروكن تيث، سي تي تشيب تيث، دبليو تي وورن تيث، بلاج نوزل، لوست نوزل، لوست كاترز، وكل هذه الامور بوند فيلرز، كل هذه اللي هي دول كاركترستكس. في بعض البتات من تطلع بيها أكثر من مشكلة، يعني بيها lost nozzle، النوزل ما موجود، وأيضا chip teeth، بيها مثلا bolt up إنه صار على شكل طوبة، وبيها plug nozzle، يعني two تصنيفين، is two dull characteristics. فالتصنيف الآخر أو المشكلة الأخرى اللي موجودة بالبيت هنحطها هنا، ونفس التصنيفات الأولانية يعني PF, WT, CT، كلها نفس التصنيفات اللي موجودة بالأولى حنحطها بالتصنيفات الثانية. الأخير reasons fault، ليش سحبنا البت؟ البت ليش سحبنا؟ يعني البت احنا بالعادة ما نسحبها إلا نوصل للتي دي، بس ليش سحبناها احنا؟ إذا كان السحب كان المشكلة السحب، احنا وصلنا للعمق اللي نريده، فنخلي رمز تي دي تمام؟ لو وصلنا او وصلنا للعمق الحقيقي مالتنا. اذا المشكلة مالتها انه الـ ROP rate of penetration L، نخلي BR your penetration rate، يعني بسبب السحب BR. إذا سحبناها بسبب داون هول بروبلمز، يعني اكو مشكلة بالبير مثلا لوسز، عندنا مشكلة نخلي اتش بي هول بروبلمز، هذه كلها أسباب للسحب. طبعا أيضا الأسباب كثيرة لو نشوفها،
أسباب السحب. Sorry. ما موجودة reason to bulb. لكن هي أما TD, PR, HP أو مثلا صارت عندنا مشكلة بال BHA, مثلا صار عندنا الموتور بي فايلر نكتب BHA. تمام؟ فهذه كلها أسباب للسحب, تتراوح الأسباب 8 إلى 9 أسباب السحب. موجودة أيضا بالجرين بوكس اللي يحب يشوفها بالقسم إيه, كل أسباب السحب اللي هي خاصة بالدرولينج بيت. طبعا بالدرولينج بيت تايبلز أيضا قلنا موجودة تي بي جي تايبل, بالتي بي جي شارحة شرح مفصل على يعني على التي بي جي تايبل اللي هو الانر رو والاوتر رو وغيرها وكل هذه الأمور. طبعا هذه التسميات. تمام, لو نشوف انه اللوكيشن هذه اللي قلنا عليها نوز تابرز وغيرها, واذا بالكل فنخلي A. ايضا بالنسبة للبيرنج والسيل والجيج كونديشن من 1 to 16. هذه اسباب السحب, هل هي اسباب BHA, هل هي downhole problems, downhole tool failures. تمام, هذه الأسباب مالت السحب كلها موجودة في الجرين بوك, يحب يقدر يطلع عليهم. طبعا هذه السكشن اللي موجود اللي أخذناها هسه اللي هي التسميات مالت البيت والتي بي جي تيبل, هو ما موجود بالمحاضرة الرئيسية أو بالبرزنتيشن الرئيسي. فإذا دخلت على موقع مالت البصرة أكاديمي ما حتشوفونه. هذه نطيتها من محاضرة أخرى يعني موجودة عندي, محاضرة أخرى نعطيها أيضا. فانطيتها على مود بس نكون ملمين بكل أمور اللي خاصة بالدرولينج بيت, فانطيتها من محاضرات أخرى. إن شاء الله استفاديتم من محاضرة اليوم. من راح نخلص هذه المحاضرة راح تشوفون إنه الكويز موجود على الويب سايت. ايضا بعض الاشخاص بصراحه صار عندهم مشاكل بسبب الوقت, فاذا تحبون نعدل الوقت بس اهم شيء يكون الصبح. يعني الاشخاص اللي يستصعبون الوقت مال 8 الصباح نقدر نرجع يعني نسوي مثلا بال9 او بال10 او بال11, بس يكون ايضا الصبح. لان صراحه العصر او فترة الظهر يعني أدرس, وأيضا أكاديمية أخرى ستانفورد أنطي محاضرات, فيعني الجدول هم شوية مالتي مو تمام. بس الصبح أنا ما عندي مشكلة, فإذا تحبون أنتوا تتفقون على أي وقت يعجبكم الصبح, مثلا من 7 الصبح للعشرة أو 11 الصبح أنا ما عندي مشكلة. هذه كلها فري تايم, يعني إذا بدينا بال11 نقدر نخلصها بالوحدة أو 1:30, إذا بدينا مثلا بال9 نقدر نخلصها بال11 وهكذا. خلينا رينج ساعتين للمحاضرات. فإذا حضراتكم إنه شفتوا أكو مشكلة بالوقت اتفقوا أنتوا على أي وقت بالتليجرام بين 7, لأن هواي أشخاص بصراحة جاي أحصل مسجات أنا بدي أغير الوقت لكن ماني منطي الساعة بـ8 الصبح, أخاف أغيره ويصير أكو مشكلة بالوقت. ف اي وقت انتم تحبونه ان شاء الله راح يعني اتفقوا عليه حضراتكم, وبس تسوي لي بالتليجرام نوتيفيكيشن انا راح يعني اخذه وراح نمشي ان شاء الله عليه. اما محاضره باكر راح تكون يعني انتم اذا اتفقتوا على وقت راح نخلي ثبت الوقت اللي يعجبكم, بس هي راح تكون على الكيك, يعني راح تكون على الويل كنترول او مبادئ الويل كنترول, شلون نسوي ايدنتيفيكيشن للانفلاكس, نوعيات الانفلاكس اللي موجوده كلها راح تكون موجوده ان شاء الله بقى محاضره باكر. محاضره شويه سلسه احسن من المحاضره مالت البيت. فاتمنى استفاديتوا من محاضره اليوم. اي سؤال
إذا عندكم سؤال، أي واحد حضراتكم عنده سؤال يقدر يفتح المايك، إن شاء الله أنا موجود. خلاص إن شاء الله نشوفكم باكر على خير على نفس الوقت بـ8 أو الوقت اللي تتفقون عليه. مع السلامة.